مس نديم جاب جدل عشان يمثل دور. يمثل دور فين؟ في الحقيقة. على مين؟ على واحدة ست اسمها نعمة. نعمة؟ عملوا عليها فيلم وفهموها ان جدل موظف في الشهر العقاري، واسم الله عليه سناديم بعلاها باع كده وكده يعني عشان تحول له فلوسها في حسابه. كمان حولت له فلوس؟ ده جدل جوزي بيقول ان حولت له فلوس ياما. بقى كده. هو انت زعلت ولا ايه يا استحنان؟ لا ابدا يا مواليد، كتر خيرك ان عرفتيني الحقيقه مادام انا كنت قاعده على عمايه. هبوس ايدك يا استحنان، ما حد يعرف اللي انا قلتهولك ده خالص، عشان خاطري ده كان جوزي يطلقني فيه. طمني يا مواليد، الحق مش عليكي، الحق على اللي عامل فيها موسى وهو فرعون. صباح الخير. يا صباح الفل، صباحية مباركة يا أحلى عروسة في الدنيا. كانت ليلة تجنن امبارح. عارفة يا حبيبتي أحلى حاجة فيها إيه؟ إن أنا وإنتي كنا لوحدنا، أنا وإنتي وبس. بس إنت كنت تجنن امبارح. أنت يا حبيبتي لما تبقي قدامي وشايفك ولمسك بإيديا وما استمتعش بكل لحظة تبقي فيها في حضني، أبقى عبيط. إنت اللي يحبك يا نعمة عمره ما يبقى عبيط، بالعكس يبقى ذكي ومرزق. يا أحلى نعمة ربنا اداها لي. أنا بقى حاسة إن ربنا عوضني بيك على سنين الشقة اللي شفتها قبليك. حاسة إنك بتحبني وبتخاف عليا، نفسك تعمل أي حاجة علشان أكون مبسوطة ومش ناقصني حاجة. هحتاج إيه تاني عشان أحط راسي على صدرك وغمض عينيا وأنام وأنا مرتاحة يا حبيبتي؟ أنا اوعي. انت مين انت يا ست؟ انت وعايزه ايه؟ انت رايحه فين؟ صباح الخير عليكم. ايه ده؟ انت اللي جابك هنا؟ وعرفتي طريقنا هنا ازاي؟ انا مش جايه لك اصلا ولا عايزه اشوف وشك، انا جايه لجوزي حبيبي ابو ابني. انت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ اترشيتي وقلنا ماشي، لكن كمان مش شايفه اللي في بطني؟ ما تتكلم تقول حاجه. انت ايه اللي جابك هنا يا حنان؟ جاي اعيش مع جوزي حبيبي ابو ابني، ولا انا وابنك بقى ملناش حق عندك؟ ابنك ده مين يا روح امك؟ انت تروحي تعملي عملتك بره وتيجي ترمي بلاكي عليا؟ ما تتكلم تقول حاجه يا نديم. عايزاني بس اقول ايه يا نعمه؟ تقول ايه؟ عاجبك الكلام اللي هي بتقوله؟ بالراحه كده ومن غير اي انفعال. بصراحه انا ردتها. ردتها؟ صدقيني يا نعمه، انا اصلي اتفاجئت بحملها وكان لازم اردها عشان اللي في بطنها. يخرب بيتك، ده انا كنت صدقت انك مخلص ليا وبتحبني. والله العظيم بحبك. كذاب غساس. يا نعمه افهمي انا عملت كده ليه؟ بره. يا نعمه افهمي. امشي واطلعوا بره انتوا الاتنين بدل ما هطلب لكم بوليس دلوقتي حالا. بره ده ايه يا عنيا؟ على رأي المثل البيت بيتابونا والغربه بيطردونا. الفيلا دي بتاعتي ومكتوبه باسمي يا هاني. هي خلت عليك اللعبه ولا ايه؟ لعبه؟ لعبه ايه؟ ايه التخريف اللي بتقوليه ده؟ دي الحقيقه اللي انت خبيتها عليا علشان يخلالك الجو معاها. حقيقه ايه؟ حقيقه ان باع لك الفيلا دي بيع سوري، جاب لك جوز الشغاله بتاعتي على انه موثق في الشهر العقاري علشان يلهب فلوسي. انت عرفتي ازاي؟ الكلام ده حصل؟ تبقى حقيقه؟ ايوه ايوه نعم حصل. يا كذاب يا غشاش. افهمي انا عملت كده ليه؟ عملت ايه في فيك يا كذاب يا حرامي؟ عيب كده انا مهما كان جوزك. جوزي ده انت لو كفر يا اخي ما كنتش هتعمل فيا كده. افهمي بقى انا عملت كده عشان بحبك. بتحبني تقوم تسرعني؟ فلوسك اللي مقويه قلبك كان لازم احرمك منها عشان تفضلي جنبي. يا خرب بيتك يا نعمه يا خرب بيتك. انا كنت هقول لك في الوقت المناسب، وعموما فلوسك في رقبتي يا نعمه وانت في عينيا. ده انا هصدق لك عينيك. مش كفايه ده انا هذبحك وهمسح بدمك الحيطان. برضه مش كفايه يا نديم، مش عارف اعمل فيك ايه. كل اللي تقدري تعمليه انك ترضي بالامر الواقع وتعيشي في ظل راجل بيحبك وبيخاف عليكي. ده انت بتحلم. مش نعمه اللي ترضى تعيش جاريه من جواريك، ولا انت ولا الف راجل زيك هيقدروا يكسروني. اوعى. نعمه استني بس. نعمه نديم حتخون. انت ايه يا شيخ؟ حد مصلاتك عليا؟ بوصلي كل اللي بعمله. انت لسه هتشتغلني؟ ما انت خدت فلوسها خلاص، ما تسيبها تخون. انت ناسي ان الست اللي بتتكلمي عليها دي تبقى مراتي؟ خلاص احنا فيها، اول ما تنزل ارمي عليها اليمين وخلصنا. مش عارف اقول لك ايه،
مش عارف اقول لك ايه منك لله يا شيخه.